في أواسط السبعينات أو في النصف الأول من السبعينات، وأنا ما أذكر في عهد الملك فيصل رحمه الله، وكان أنا ذاك حسب ما روي لي أن الملك فهد، الأمير فهد في ذاك الوقت كان هو وزير الداخلية والنائب الثاني مجلس الوزراء، بدأت فكرة إنشاء مركز حاسب آلي. وحسب ما روي لي من القصة أنه اللي بدأ الفكرة هم مجموعة مستشارين زاروا المملكة وقابلوا كبار المسؤولين، ومن ضمنهم كبار المسؤولين في وزارة الداخلية، وذكروا لهم أهمية تبني التقنية في العمل الحكومي. ومن ضمن الأشياء اللي ذكروها أنها شيء جديد في العالم هو الكمبيوتر أو الحاسب الآلي، وذكروا أن هناك دول بدأت في تبني الحاسب الآلي في الأعمال الحكومية، وضربوا أمثلة على دول في المنطقة. وكان التوجيه الملك فهد الله يرحمه حسب ما ذكر لي إحالتهم على بعض المختصين داخل الوزارة، فتمت مقابلتهم وانطلقت الفكرة من ذاك الوقت. في تفاصيل كثيرة طبعا، لكن التنفيذ العملي للفكرة بدأ يمكن في أواسط أو النصف الثاني من السبعينات. في عام 1979 تأسس مركز المعلومات الوطني اللي يمثل يمكن البنية التحتية الرئيسية للخدمات الحكومية الرقمية، وهذا المركز بدأ كمركز للحاسب الآلي داخل وزارة الداخلية، هذه بداياته كانت. ثم أسس مركز المعلومات الوطني كجهة مستقلة يعني تخدم وزارة الداخلية وأيضا قطاعات متعددة داخل الحكومة. وعين دكتور عبد العزيز صقر كمدير المركز المعلومات الوطني. الدكتور عبد العزيز أنشأ جهتين أخرين مع المركز، واحدة منها اللي هي مركز الأبحاث والتطوير اللي هو اسمه شركة، اللي كان تحت مسمى شركة العلم للأبحاث والتطوير، وكذلك طلب إنشاء كلية حاسب آلي لتوفير يعني كوادر بشرية سعودية مؤهلة لإدارة وتشغيل المركز فيما بعد. بدأت الأمور في رأيي يعني مع 1980-1981 حينما بنيت القوى البشرية السعودية الملائمة. في رأيي هذه بداية مهمة، و أذكر منها في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لأني كنت هناك، إنشاء قسم الحاسب الآلي، وأيضاً إنشاء قسم حاسب في جامعة الملك سعود وجامعة الملك عبد العزيز. لما تأسس مركز المعلومات الوطني كان فيه مشروع لإنشاء الحاسب الآلي المركزي، وحسب ما أيضاً سمعت أن الحاسب الآلي المركزي هذا بني في أمريكا، وأرسل مجموعة من الشباب من خريج الثانوية يتدربون أثناء هذه المرحلة حتى لما يكون الحاسب الآلي جاهز يكونوا هم جاهزين. وفعلا رجعوا وبني الحاسب الآلي في مركز المعلومات اللي في مكانه الحالي الآن اللي هو في شارع المعذر. وأذكر أن هذا يعتبر كان نهاية تقريبا مباني في الرياض في ذاك الوقت اللي هو منطقة مركز المعلومات الحالي في نهاية شارع المعذر. تقريبا في عام 81، نهاية عام 81 بدأ المركز في العمل التشغيلي. فكان أول خطوة قام بها المركز المعلومات الوطني هي إنشاء الرقم الحاسب الآلي لكل مواطن، اللي هو الرقم الحالي اللي نسميه رقم الهوية أو رقم السجل المدني. ومن ذلك الوقت هو 10 خانات، وهذه أيضا تعتبر فيجن أو رؤية مستقبلية. ما كان يمكن يكون عندنا نفاذ موحد لكل المنصات وكل التطبيقات لو ما عندنا سجل مدني موحد للمواطن والمقيم. والمنصات اللي تشوفها اليوم المتعددة اللي تخدم قطاعات كثيرة في الحكومة ما كان ممكن أنها تنجح لو ما عندنا هذا السجل المدني. في عام تقريباً 82 بدأت عملية التحول، وصار المواطنين يراجعون الأحوال المدنية من أجل إصدار بطاقة الأحوال المدنية واستبدال حفيظة النفوس بطاقة الأحوال المدنية.